السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة التربية الإسلامية للصف الأول متوسط، وصلنا إلى الوحدة الثانية، سورة البروج. راح نقرأ السورة والشرح وكذلك الحل المناقشة. آيات الحفظ من 1 إلى 9، إلى هنا الحفظ. صار واضح؟ نقرأ السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. أعيد قراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. هنا عندنا معاني الكلمات، المعاني إلى وما نقموا، إلى هنا الحفظ. البروج، البروج هو البناء الكبير الذي يظهر من بعيد، والمراد من البروج في الآية كواكب ثابتة غير سيارة، هي منازل الشمس والقمر. يعني شنو الكواكب السيارة والغير السيارة؟ الكواكب السيارة هي الكواكب الموجودة بالمجموعة الشمسية اللي تدور حول الشمس، كواكب سيارة يعني كواكب تدور. أما المقصود هنا هي كواكب ثابتة غير سيارة، وهي منازل الشمس والقمر. صار واضح؟ الأخدود، الشق العظيم في الأرض كالخندق. قتله يعني لعنه وهلك. وما نقموا، ما عابوا وما كرهوا. هذه المعاني الحفظ. المعنى العام، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج. أقسم الله تعالى بالسماء البديعة وما فيها من نجوم لينبهنا على ما فيها من دقة الصنع وبالغ الحكمة، لنعلم أن الذي خلقها أجل وأعظم. الله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء، أقسم بالسماء هنا حتى ينبهنا السماء ما فيها من الكواكب ومن النجوم ومن الدقة في الصنع وحجم هذا الكون، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. البروج هي 12 برجاً، وهي ذات المنازل المعروفة للكواكب. هنا راح أشرح شرح مختصر، إنه العرب كانوا يحتاجون إلى معرفة النجوم، ومهتمين بمعرفة النجوم ومواقع طلوعها وغروبها. لماذا؟ لأنهم يحتاجون إليها في السفر براً وبحراً، إذ يهتدون ليلاً بها. فلولاها لظلت قوافلهم، ضاعت قوافلهم وهلكت تجارتهم ومواشيهم، فأقسم الله بها لأننا نراها ونشاهدها دائما، ولنا فيها مصالح ومنافع للناس في هذه الحياة، وهو قسم عظيم. والذي أقسم أجل وأعظم، يعني الذي أقسم بهذه النجوم هو أجل وأعظم، وهو الله سبحانه وتعالى اللي خالق هذا الكون. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ما المقصود باليوم الموعود؟ اليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعدنا الله به، وأنه لابد آت للحساب. الشاهد هو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العلي العظيم. يعني اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا عندنا تفسير لبعض العلماء، تفسير آخر لبعض العلماء إنه اليوم الموعود هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. صار واضح؟ وقيل هو يوم القيامة، وبهذا يوجه الله تعالى أنظارنا إلى ما في هذا الكون الواسع الكبير من العظمة، لنعتبر ونتعظ ونعلم إن الله هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي يستحق أن يعبد. قتل أصحاب الأخدود. من هم أصحاب الأخدود؟ هم قوم كفرة
شقوا في الأرض شقا مستطيلا كالخندق وملؤوه بالنيران وأرادوا إجبار المؤمنين على الكفر بالله، فلما رفض المؤمنون الكفر أحرقوهم بالنار فقتل هؤلاء المجرمون ولعنوا، فقد كانوا جلوسا حول النار يشهدون كيف يتعذب المؤمنون من دون أن تأخذهم بهم رحمة أو شفقة. أصحاب الأخدود هم قوم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، قاموا بشق الأرض كالخندق على شكل مستطيل وملأوه بالنار وأجبروا المؤمنين على الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولما رفض المؤمنين الكفر أحرقوهم بالنار جميعا. صار واضح؟ هنا شنو جزاءهم؟ جزاءهم جهنم وعذاب الحريق. زين، هنا عندنا هذه الآية، إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات شنو جزاءهم؟ لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. هنا هذا الخطاب لمن موجه؟ هذا خطاب عام، أي انتقام الله من الجبابرة والظلمة وأعداء رسله انتقام شديد، يعني الله ينتقم من الجبابرة ومن الظلمة ومن أعداء الرسل. صار واضح؟ هذا مختصر للشرح. هنا عندنا أهم ما ترشد إليه السورة: أولا وجوب الإيمان بالبعث والحساب، ثانيا عظمة الله وقدرته وأحاطته بكل شيء، ثالثا بيان ما يبتلى به المؤمنون في هذه الحياة ويصبرون فيكون جزاؤهم الجنة، رابعا وجوب الاتعاظ بتجارب من سبق كقصة أصحاب الأخدود، فهي قصص القرآن عظة وعبرة. إن القرآن الكريم معجز لا مثيل له ومحفوظ لا يناله تبديل أو تحريف. القرآن الكريم هو محفوظ، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العلي العظيم. هذا المقصود بالآية، بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ، يعني في لوح محفوظ يعني لا يناله تبديل ولا تحريف. صار واضح؟ هسه نجي إلى حل المناقشة. السؤال الأول: لماذا أقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج؟ هنا عندنا هذا الحل: أقسم الله تعالى بالسماء البديعة وما فيها من نجوم ينبهنا على ما فيها من دقة الصنع وبالغ الحكمة، لنعلم أن الذي خلقها أجل وأعظم. ثانيا: ما المقصود باليوم الموعود؟ اليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعدنا الله به، وإنه لابد آت للحساب. السؤال الثالث: هل يبطش الله سبحانه وتعالى بالناس جميعا؟ هنا كلا، هذا خطاب عام، انتقام الله تعالى من الجبابرة والظلمة وأعداء رسله. السؤال الرابع: ما جزاء الذين صدقوا الله ورسوله؟ إن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. خامسا: لماذا لعن الله أصحاب الأخدود وما مصيرهم؟ لأنهم أرادوا إجبار المؤمنين على الكفر بالله وأحرقوهم بالنار ليصرفوهم عن دين الله، مصيرهم جهنم وعذاب الشديد. صار واضح؟ هذا حل المناقشة. صفحة 50. صفحة 51 هنا عندنا صح أو خطأ. هنا عندنا النقطة الأولى: لم تهتم الأمم بمواقع النجوم والبروج قبل أسفارهم وتنقلهم، خطأ، كانت العرب تهتم بمواقع النجوم قبل السفر. ثانيا: اليوم الموعود هو يوم الحساب، صح. ثالثا: خلق الله الموجودات من العدم، صح. رابعا: أصحاب الأخدود لعنهم الله وتاب عنهم، خطأ، لعنهم الله وأعد لهم عذاب الحريق وعذاب الشديد. خامسا: قوم ثمود الذين كذبوا هود عليه السلام، الجواب خطأ، قوم ثمود كذبوا النبي الله صالح عليه السلام. هنا عندنا هذه الفراغات، راح نكمل هذه الآية في هذه الفراغات، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.